النهاردة أيضا بنحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ليلى فوزي اللي كانت واحدة من أجمل وأهم نجمات السينما المصرية في القرن الماضي. ليلى فوزي بدأت مشوارها في الأربعينيات بفيلم مصنع الزوجات، وقدمت أكتر من 100 عمل فني على مدار 60 سنة متواصلة. يعني فيرجينيا جميلة الجميلات طبعا. كانت أيقونة للجمال والفن الراقي، أعمالها المميزة في الحقيقة لسه محفورة في قلوب الجمهور. كانت آخر إطلالة ليها في مسلسل فريسكا سنة 2004، ورغم رحيلها لسه اسمها موجود في تاريخ الفن المصري. تمر اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، الفنانة ليلى فوزي أو فيرجينيا جميلة الجميلات كما يحلو لمحبيها وصناع السينما أن يلقبوها، فكانت رمزاً للجمال والموهبة. وحيد، ده أجمل لحن سمعته. بدأت ليلى فوزي مشوارها الفني في الأربعينيات من خلال فيلم مصنع الزوجات عام 1941 مع محمود ذو الفقار وكوكا، ومن إخراج نيازي مصطفى. الله، بتعيطي ليه يا ليلى؟ من فرحتي يا محسن، أنا ما شفتش النوم وانت في وسط البحر. في وسط البحر وأنا شايف الموت بعينيا، قلبي ما كانش بيفكر إلا فيك يا ليلى. صحيح يا محسن. وحياتك، كنت بطعي للسماء وأقول يا رب تنجيني بس عشان أشوف ليلى. وعلى مدار 60 عاماً قدمت ليلى فوزي أكثر من 100 عمل فني، وكان آخر ظهور لها في مسلسل فريسكا عام 2004. قدمت العديد من الأعمال الدرامية المميزة، من أشهرها هوانم جاردن سيتي، علي الزيبق، الحرم لك، بوابة الحلواني، ونسر الشرق. وفي السينما شاركت في أفلام مميزة مثل رصاصة في القلب، الناصر صلاح الدين، الجبل، وليلى بنت الشاطئ. تم اختيار 4 من أفلام ليلى فوزي ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، منهم رصاصة في القلب والناصر صلاح الدين الذي جسدت فيه شخصيتها الشهيرة فيرجينيا جميلة الجميلات. لم يحضر وأرسل عنه 3 مندوبين بيستهزأ بملوك أوروبا بعد ما هزموه. الرد الوحيد على الإهانة الموجهة إلينا أن نرسل إليه جثثهم. رحلت ليلى فوزي عن عالمنا في 12 من يناير 2005، لكنها تركت رصيداً وتاريخاً فنياً كبيراً ما زال محفوراً في ذاكرة محبيها.